الله يرحمك يا عبد الحليم، الله يرحمك. مش خسارة، ربح ربح مش خسارة. ألف حمد وشكر إلك يا رب، خلصتني من هدوليك النسوان، هديك الشلة اللي أعوت ولا ما بدي أغتابهم. إلهي بشكرك بشكرك، خصوصا إنفادي. مين إجاني يلا؟ ما حدا بيعرف بيتي، خصوصا إنفادي. إلهي شكرا إلك، شكرا شكرا إلهي. جاية شكرا ربي، شكرا بشكرك بشكرك. ولك جاية بشكرك إلهي بشكرك بشكرك. ولك جاية جاية جاية. ما حد تفهموا مين مين. انا بالبيجامه لانه نسيت صور البدايه والنهايه تبع هذا الفيديو، فقاعده عم صوره هلا الساعه 2 بالليل وانا عم بعمل اعدام صار لي 6 ساعات. ف اذا انتم جداد بالقناه لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي مثل هذا. بليز بليز شغلوا الاشعارات وتضغط على هذا الجرس لتوصلكم اجدد الفيديوهات باسرع وقت دغري لما بتنزل. وكمان لا تنسوا تحطوا لايك لهذا الفيديو، اضغطوا لايك لهذا الفيديو وبس. خلونا نبلش. انفادي. ايه انا. شو مالك؟ شفت عفريت ولا عفريت؟ لا لا بس تفاجأت. منين جبتي هالواني؟ ولك مو عيب، مو عيب تسألي هيك سؤال. ولك كم سنة جيرة انا وياكي وما عرفتي قدراتي. بعرف لك بعرف. ليش في شي سوى دا يشتغل قدراتك؟ شو؟ شو قلتي؟ ما سمعت. ولا شي ولا شي. قليلي قليلي شو بدك؟ والله هيك من على البواب يا وزن. ما في تفضلي تفضلي. شاي قهوة ما في؟ اكيد لا. البيت البيت بيتك. فوتي. ايه طالما مصرة اكيد. فوتي فوتي لك فوتي. راحت عليك يا انفادي. كبرنا وختيار. شايفة شو حلوة.
شيء. ايه صدق المثل اللي قال، انتي مثل الزبدية من وين ما رنيناها بترن. تسلمي تسلمي تسلمي، الله يوفقك. الو الو، معنا الاخت وسام. ايه تفضلوا، مين معي؟ بس حبيت خبرك انه زوجك صار معه انفجار قلب. شو؟ وكمان انفجار شرايين. شو؟ ايه وهلا هو بالعناية المركزة. شو؟ ايه اختي. ايه عناية. هدي هدي اختي. لا ما فيك تموتي. لا وسام وسام الله يوفقك، ما تموتي. اليوم جمعة ولك، اليوم جمعة ولك، حتى بالموت بدك تموتي قبلي. ولا اليوم جمعة، بدك تموتي يوم الجمعة. هاي انا مرة تانية ببيجامتي الحمراء. بتمنى عشان عجبكم هذا الفيديو، اذا عجبكم ما تنسوا تحطوا له لايك كتير كبيرة. خلينا نوصل لهذا العدد من اللايكات باسرع وقت، 5000 لايك كتير سهلة باسرع اسرع اسرع وقت. وكمان شاركوا هذا الفيديو مع كتير عالم، يعني العالم اللي بتحبون، وحطوا لايك. قلتلكن اشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا، شو ناطرين؟ وبس انا نور، بحبكم، خيرات الله، وبشوفكن وين وامتى بالفيديو الجاي ان شاء الله.